ينضم معنا من غزة للحديث عن انتهاكات المستوطنين وجنود الاحتلال الصهيوني رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. أستاذ صلاح عبد العاطي، مرحبا بك. بداية، كيف تصف ما فعله الاحتلال بالشاب الفلسطيني هارون أبو عرام؟ هل كانت مجرد حادثة كما اعتادت سلطات الاحتلال الصهيوني على وصفها؟ بداية، مساء الخير لك ولجمهور المشاهدين. ما يمكن وصفه بجريمة الاعتداء على الشاب أبو عرام هو جريمة حرب مكتملة الأركان، وهي سياسة إسرائيلية ذهبت قوات الاحتلال الحرب الإسرائيلي على اتباعها، من حيث إعطاء كل الحرية لجنود الاحتلال لإطلاق النار على الفلسطينيين دون أي اكتراث بأي مبررات موجودة، طالما أن جنود الاحتلال محصنين من العقاب. وبالتالي هذه السياسة سبقها قتل الطفل علي أبو عالية وغيرها من الانتهاكات التي مست المدنيين الفلسطينيين على الحواجز، وأيضا أثناء قمع قوات الاحتلال لأي مسيرات سلمية هادفة إلى إدانة الاستيطان ومناهضة الاستيطان الذي يتمدد بشكل زاحف وصامت في كل أرجاء الضفة الغربية، تستفيد فيه إسرائيل كما ذكر تقريركم من جائحة كورونا ومن الفترة المتبقية من ولاية الرئيس ترامب، تسابق الزمن من أجل مصادرة مزيد من الأراضي، تشريع إقامة المستوطنات سنة ترسانة من القوانين تشرع الاستيطان وتعطي مزايا للمستوطنين في أراضي الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس وخليل الرحمن، إضافة إلى أيضا الإعلان عن بناء وحدات استيطانية بالآلاف وغير ذلك، توفير الميزانيات والبنى التحتية اللازمة لضمان إقامة المستوطنات، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية ووثق تصريح بومبونيو الذي كان منذ عام وغيرها الذي يشرع الاستيطان والذي ينظر إلى الاستيطان باعتباره ليس خرقا للقانون الدولي مخالفا كل سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وقرار مجلس الأمن 2334 وغيرها من القرارات الدولية التي تجعل من الاستيطان جريمة حرب، إضافة إلى ترك كلها لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، هي صادرت خلال العام أو الثولة واستكملت استيلائها على ما يزيد عن 45% من المناطق المصنفة جين. طيب، بما فيها مناطق الغور. هل من حق سلطات الاحتلال منع وصول الكهرباء إلى الفلسطينيين في مسافر يطا جنوبية الخليل؟ هي تتبع سياسة، أولا سياسة القتل والإصابة والتنكيل بالفلسطينيين وإعاقة مرورهم إلى أراضيهم الزراعية، ثم تحويل الحياة إلى كارثة إنسانية في القرى والمناطق المهددة بالاستيطان عبر قطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية أو أراضي المزارعين، وحتى إعاقة كل الخدمات في داخل هذه المناطق بهدف تهجير الفلسطينيين طوعا أو قصرا، وهذا ما تعمل سلطات الاحتلال وكسياسة متبعة ضمن عمليات تشريع الاستيطان الزاحف في الضفة الغربية. الاتحاد الأوروبي أستاذ صلاح بالتوازي أيضا طالب الكيان الصهيوني بالتحقيق السريع والكامل في إطلاق جنوده النار من مسافة قريبة على الشاب الفلسطيني هارون أبو عرام. ما مدى أهمية هذا الموقف؟ إلى أي مدى يمكن التعويل عليه؟ الاتحاد الأوروبي هذا موقف مهم في إدانة هذه الجرائم المتكررة، وموقف الاتحاد الأوروبي هو موقف لغاية الآن يعتمد على مقاربات القانون الدولي إلى حد ما، باعتبار يتمسك بأن الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة مناطق محتلة، وهو يسعى إلى تجسيد حل الدولتين ويطالب كل مرة بالتحقيق، ولكن نأسف لاستمرار العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، فالاتفاقية التجارية مع دولة الاحتلال ترهن هذه الاتفاقية واستمرارية بمدى احترام دولة الاحتلال لحقوق الإنسان، ودولة الاحتلال لم تحترمها البتة، والاتحاد الأوروبي ويدرك تماما أن تحقيقات دولة الاحتلال وجنوده تحقيقات صورية ولا تستند إلى أي معايير من المصداقية أو العدالة، وبالتالي هذا يعني تصريح متكرر للاتحاد الأوروبي مهم ولكنه غير كافي. الأصل أن يطالب الاتحاد الأوروبي أو أن يرسل بعثة تقصي حقائق من طرفه أو من طرف مجلس حقوق الإنسان للنظر في حقيقة انتهاكات الجنسية. واضح أستاذ صلاح. ماذا عن الموقف الشعبي الفلسطيني؟ استمرار التصدي لممارسات الاحتلال الصهيوني وهذا التضامن مع هارون أبو عرام، هل تعتقد أنه كاف؟ ما المطلوب على المستوى الشعبي من وجهة نظرك؟
المطلوب على المستوى الشعبي تعظيم الاشتباك الشعبي مع الاحتلال وقطعان المستوطنين والتصدي لسياسات الاستيطان وجرائم قطعان المستوطنين عبر توفير الحماية الشعبية بكل صورها، وأيضا دعم فرص تعزيز صمود المواطنين في أراضيهم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية والقيادات السياسية، وهو أمر غير موجود لاستمرار حالة الانقسام والاستمرار السلطة في المراهنة على عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا يقلص من مساحة الفعل الشعبي، وعودة التنسيق الأمني يقلص أيضا من مساحة المقاومة اللازمة لمقاومة الاحتلال ورفع كلفة، وبالتالي الموقف الشعبي متأثر بذلك. وإن كان مهم هذه التحركات الشعبية والمسيرات الجماهيرية والتصدي لجرائم الاستيطان، إلا أنه يتطلب هذا الأمر استعادة الوحدة على أساس شراكة سياسية وعلى أساس استراتيجية تقوم على تدمير الصراع وتعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والقانوني مع دولة الاحتلال لرفع كلفة وتعزيز صمود الناس. هذا هو الحد الأدنى المطلوب، وبتقديري لن يتم إلا إذا تم في سياق إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني التي باتت تتآكل ولا تقوم بدورها. رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي، نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا في استوديو الرافدين.